السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ولك عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. هو في حاجة في الإسلام يعني الذنب في الإسلام كفرته الضرب على الجفا؟ ذنب في الإسلام ذنب يعني شرب الخمر معصية، معصية كفرته الضرب على الجفا؟ ما في عندك ثلاثة أشياء: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثانيا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأيضا هناك عقوبة الرجم أشد وأنكى لمن زنى وهو محصن. وشارب الخمر كذلك، شارب الخمر جلد نحو من 40، وفي عهد عمر نحو من 80، وضرب بالجريدة والنعال أيضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا شيخ. طب السؤال أنا أقول لك، رأي حضرتك في اللي هو المفروض اللي صرع الصغير يعني قدر الكبائر؟ لا، هي تتراكم يعني على بعضها كحزمة الحطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا ببطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم. فأيضا محقرات الذنوب تفعل مثل هذا. مع السلامة. حبك الله الذي أحبتنا فيه أحمد دهشان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. نسأل الله في عليه أننا نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. نسأل الله لك أن يطيل في عمرك ويحسن عملك ويديم نفعك المسلمين كافة يا رب. ولك بمثل، الله يسلمك. شيخنا نسألك الدعاء، ربنا يرضى عني يا رب. الله يرضى عنه وعنك يا شيخ أبو سمير، الله يسلمك. شكرا يا شيخ، انا جزاك الله خير. السلام على سمير واخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخنا، انا بشتغل بالليل وببقى عايز اصحى للصلاه بالنهار، بس انا ما بصحى اصلي الظهر مثلا وارجع انام تاني، ما بجيليش نوم وكده وشغل بالليل. طب يعني عايز ايه؟ بحب اشتغل بالنهار وكده يعني. مش فاهم يعني بتعمل ايه يعني؟ بتنام من كام لكام؟ انا بخلص شغل الساعة 7 الصبح. ايوه. والمفروض ان انا شغلي 12 ساعة. ايوه. 7 الصبح من 7 بالليل
لسبعة الصبح، وبخلص من سبعة الصبح، فببقى عايز اصحى للظهر والعصر والمغرب، فلما بصحى ما بيجريش نوم بعدها. والله تدرب على انك تنام، وان شاء الله اذا رتبت امورك سيعاونك الله سبحانه. السلام عليكم. حكم حلقات الذكر، حلقات الذكر بارك الله فيك تختلف باختلاف نوع الحلقة، يعني ماذا كيف ستذكرون؟ يعني جلستم اجتمع حلقة ذكر، كل واحد يقرأ جزءا من شيئا من كتاب الله، وتدور الدائرة، تدور يعني القراءة، فلا بأس بذلك، لكن وضح المراد بحلقات الذكر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بفضل حضرتك، أنا كنت عامل مشروع صغير كده، كنت أثناء المشروع كنت وهبت ربع الأجر من الله. طيب. تمام. تمام. فمعايا مجموعة تيجي 7 8 9 أفراد، هل ممكن الربح ده أطلعه ليهم؟ لأن هم في احتياج ليه. شركاء معك؟ شركائك؟ لا مش شغالين معايا، شغالين عندي. نخشى بس يظنوا انها مكافئات منك لهم او انها من الراتب. لا انا مش هحسبها من الراتب، مش هحسبها لهم من الراتب، زي ما تكون بقى تطلع مثلا، تطلع 1000 جنيه كل واحد، 100 جنيه تطلع، زي ما تطلع بقى. يعني هم يعني يعرفون مرتبهم ان هذه شيء اضافي لله ولا ايه؟ بس انت هترجع لك الفايده، انك ترجع الفايده، هيجتهدوا في العمل من اجلك. انا بقول لحضرتك دلوقتي، ينفع مثلا لو الربح ده كنت بساعد بيه الاول في زواج بنت مش عارف ايه، اديه لحد كده، فالناس اللي عندي في ظل الغلا بقت ايه؟ بقت محتاجه جدا يعني، وبتشكي من الغلا والكلام ده كله. بس افصل هذا عن المرتب الشهري. نعم. افصل هذا عن المرتب الشهري. هيبقى بعيد طبعا، هيبقى بعيد. ماشي. بس هم مش لازم اعرفهم ولا ما اعرفهمش. والله ممكن تخلي واحد غيرك يعطيهم الفلوس يكون احسن. ما هو واحد موظف في الشركه اللي هيديهم، يعني المحاسب اللي هو شغال معايا هيطلع المبلغ، ولا هيطلع المبلغ طلع 1000 جنيه، طلع 1000 جنيه ده هيطلع من الربح. على كل ما هو جائز، بس كن افصل هذا عن عن المرتب حتى لا يظنون انها مكافاه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. السؤال، هل من حرج في تصنيع المسابح السبحات؟ ليس هناك حرج، وليس هناك أي دليل ينهى عنها. جزاك الله خير شيخ. الله يكرمك. هل وردت أدعية عند صعود المنبر؟ لم ترد أدعية فيما أعلم عند صعود المنبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة. وإياك، اتفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك. سؤالي بس كان بخصوص إن أنا بتقدم لبنت خالتي وهي موافقة، بس والدها مش موافق، وحصل يعني كذا مرة إني اتقدمت وبرضه لأ مش موافق، بدون إعطاء أي سبب، أي سبب يعني موضح يعني. فتحب تقول ايه لي او لوالدها، او تقول لنا ايه جميعا يعني؟ والله انا اقول لك خليك عزيز النفس، وليها رفض انصرف، اما هو فاذا جاءه الكفء في دينه ودنياه يقبل، لكن انا اقصد يعني لو انت عزيز النفس انصرف، ربنا يتولاك ويتولاها. اما انت تقدمت كذا مره ورفضت، يعني يمكن لهم وجهه نظر في الرفض، مش من أجلك، حتى من أجل أهلك، من أجل أمك، ممكن تتعدد وجهات نظرين في الرفض. فلا تتزوج بدون ولي الله يسلمك، إلا إذا كان آباؤها يعضلونها تماما، فحينئذ يزوجك المأذون. شكرا، بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى.
يقول خالتي حلفت على أولادها أنهم لا ذهبوا عند جارتهم، وقالت إنها ليست أمهم لا تعرفهم من ذهب عندها. هذا يمين جائز؟ ليس بيمين جائز، لا ليس هذا بيمين. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا لك يا رب. نعم، حرك عبد الرحمن الأسئلة. نعم، بسم الله يهدينا وإياك يا أخ أنس بن سالم، بارك الله فيكم. ما صلاة الترابين؟ الترابين ولا الأوابين؟ ما في صلاة اسمها صلاة الترابين، إذا كنت تقصد صلاة الأوابين ورد حديث في صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني حين تستريح الإبل من شدة الحر، وهذا يكون عند سل عشرة تقريبا، لكن الحديث بذلك ضعيف وإن كان في صحيح مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا، اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك سامعني؟ ايوه اسمعك الحمد لله. الله يلبي بنعمتك بالصحه والعافيه يا رب. وياكم وياكم. اريد من حضرتك نصيحه فقط. والله انصحك بالاكثار من ذكر الله وتتعلم دينك، كتاب ربك وسنه نبيك. انا بحاول احفظ القران كثيرا، ولكن يعني بلتزم وقت ووقت اخر بيبقى مش عارف التزم. والله لا تيأس من رحمه الله، ادع الله بالثبات وصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك يا شيخنا. وسمعت يا شيخنا في سؤالين. ماشي تفضل. في راجل كده بيسأل على بنته مقطعاه، فهو بيسأل يعني لو هو عليه ذنب، لو هو ما يعني البر بالنسبة للاثنين، يعني من الظالم ومن المظلوم فيهم؟ هو بيقول انا ما عملتش معاه حاجة وحشة يعني. خلاص، هي تبادر بالصلح، انصحوها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن فضلتك يا عم الشيخ تسألني في جزء الزمر فقط؟ أنا صادق. قل لهم فاطر السماوات والأرض. أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أكرمها يا والد، يا والدة أكرمها، الله يبارك فيك يا سارة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ، زي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. إيه رأيك في دكتور محترم جدا وله في أعمال الخير كثير، ولكن إذا جاءه مثلا مريض للمساعدة يسأله هل تصلي أم لا؟ إذا كان لا يصلي يرفض مساعدته. مساعدة المالية ولا مساعدة في الفحص؟ في كل شيء، سواء كده أو مساعدة مالية خارجية. لا، أصل المساعدة المالية يعني ممكن يكون في حاجة أنت مش عارفها، ممكن يكون هو
يخرج لهم مالا من زكاة ماله، وهو لا يرى، هو مثلا على سبيل المثال يرى كفر تارك الصلاة، فيمكن يبرمجها على أنه لا يساعد تارك الصلاة لأنه كافر عنده. تمام. فلازم نفهم إيه الموضوع. تمام فضلك. طب بالنسبة للسؤال الثاني بعدين حضرتك يا فضل الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه هو أضحك وأبكى، يعني إيه يا فضل الشيخ؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الضحك يضحك والباكي يبكي. تمام. يعني والحزن والهم هذا كله مقدر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين. اسأل. لو في جامعة طالبين مننا نختار مذهب ندرسه. ماشي. أي مذهب؟ والله إذا كان إلزاما يعني في عندك المذهبين الشافعي والشافعي، طيب الشافعي طيب ومتزن. طيب سؤال تاني، زواج المسيار هو حلال ولا حرام؟ وضح الصورة التي تسأل عنها. زواج مع الزوج مش ملزوم بالزوجة، كل واحد في بيته المفروض بيروح لها في وقت معين والأهل عارفين وكده، بس مش ملزوم بيها من أي ناحية. مثل التيس يعني. انا مش عارفه، هو سمعت ان هو مباح، انا ما اعرفش، فعشان كده بسال حضرتك. هو ده حلال؟ الله قال في كتابه، زي العقد مثلا، فهو عقد والاثنين اتفقوا عليه فبيقبلوا بيه. الله قال في كتابه الكريم: من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فالزوجه للسكن، والله يقول للرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالنفقة اليومية ونفقة الصداق كل ذلك واجب على الزوج. أيوة، شكرا الله يكمل. السلام عليكم. نعم. هل اشترط في الزكاة إعلام المسكين أن هذه أموال زكاة؟ لا يشترط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى اتفضل. معلش استفسار سريعا كده، دلوقتي انا متزوج وقاعد في المنزل في العماره مع اسرتي، وساكن في شقه اختي الصغيره عندها قطه، والقطه دي مؤذيه يعني تخش عندنا، مؤذيه يعني ممكن تخش الشقه، ممكن تعمل حاجات مثلا. من هي اختك؟ فيها ريحه مثلا. اختك انت؟ اختي انا. فانا قلت لهم ان انا هسرب القطه دي لان هي مؤذيه وبتاذيني كده. القطه ولا الاخت؟ القطه. اختك لها قطه؟ يقولوا لي لا حرام، وممكن مثلا حاجه القطه الثانيه تموتها في الشارع. اعطوها لاي شخص بعد عنكم وخلصت من القطه، احنا هنضيع وقتنا مع القطط. انا شايف ان ده اساسا يعني، قلت لهم ده كده كتير، احنا واخدين يعني في طبعا طبعا ما بيهتموش بالبنت والابن مثلها. اعطيها لاي واحد غريب بعد عنكم. تمام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معلش اسبل الشيخ، عايز اسأل حضرتك في ممكن. اتفضلي. هي في اخت على لها صفحة على الفيسبوك بتبيع ملابس لباس شرعي، يعني نقابات وخدمه وازدالات وحاجات من ديت. ماشي. بعدين هي بتروج للصفحه بتاعتها، كتبت بوست يعني اللي هيتفاعل اكتر على الصفحه بتاعتها اللي عنده هديه. وانا يعني ايه عفوا اللي ايه؟ اللي هيتفاعل اكتر يعني هيعلق لها على البوستات بتاعتها او يعمل اعجابات يعني بهدف الترويج للصفحه، هياخد منها هديه. فهل الهديه دي جائزه ولا لا؟ لا مش يعني هو يزور ولا ايه في الشهاده يعني؟ يعني اللي يعمل اعجاب هذا يعمل اعجاب وهو مقتنع به ولا يزور وزيف؟ لا هو بتنشر لباس شرعي، نقابات وازدالات وخمره يعني. هو يعني اذا كان الذي يعمل اعجاب يعمله من قلبه ومتطابق لمضمون الصفحه لا باس، لكن اذا كان يعمله من أجل إشهار هذه المرأة وهو كاذب فيما يقول لا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ. نعم. جزاكم الله خيرا. عندي ثلاث أسئلة. إن سمح وقت فضيلتكم يعني. تفضل. السؤال منهم هل يجوز لمن ينتمي لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم نسبا أخذ الزكاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن: أما علمت أن آل محمد لن نأخذ صدقة إنما هي أوسخ الناس، يعني لا يأخذون شيئا. لا يأخذون شيئا. أي جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، أنا دلوقتي أنا تاجر أجهزة طبية، وفي شركة من الشركات بتاعة التمويل الثاني عايزين يتعاقدوا معايا، لو حد من المرضى أو من الأطباء محتاج جهاز وعايز يقسطه من خلالهم، هم يشتروه مني بالكاش وهم يقسطوا للعميل، هل أدخل؟ هذه الحيلة من حيل الربا، وأنت إذا فعلت تساعدهم على الإثم والعدوان. تمام، يعني إذا فعلت تساعدهم، لا تساعدهم على الإثم والعدوان. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الحمد لله بخير. جزاك الله بخير. ما معنى فرقان الذي في جدير جدير؟ أما السجود فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. جزاك الله. ما حكم الحديث في الهاتف للمخطوبين؟ بالمعروف على قدر الحاجة، ولقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا مولانا. الحمد لله بخير. كنت عاوز استفسر عن حاجة بس بعد إذن حضرتك. أنا شغال في إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، الشركة دي بتطلع أجهزة بالتقسيط، تلاجات، غسالات، أجهزة منزلية، كلام من ده، بفائدة ربحية 27% للسنة. طبعا هي بتعمل محفظة إلكترونية للمشتري وبتتعاقد معاه وبيمضي الضمانات. أنت كنت تقول إيه؟ عفوا ماذا قلت؟ هي بتتعاقد مع الشخص اللي هو محتاج الاجهزه دي، بتعاقد مع الشركه وبيتفقوا معاه على نسبه 27% نسبه سنويه، نسبه ربحيه، هم ما بيدولوش فلوس، لكن هو بيشتري من المعارض بتاعتهم الاجهزه وبيحطوا عليه نسبه ربحيه. هي شركه بائعه ولا شركه مموله بالمال؟ هي الشركه بتبيع من خلال معارضها. لا، معارض لها معارضها، واللي المستهلك بيشتري من خلال معارضها بعد ما بيتفق على السلعة وبيعين السلعة وبيستلمها، فهم بيضيفوا عليه فايدة في على التمويل اللي هم عاملينه له، بس من خلال معارضها هي مش من الخارج. طب وما ايه الفرق؟ تم إضاعه على السعر الأصلي وخلاص وانتهى الأمر، ايه المشكلة يعني؟ لا، هم بيحطوا فائدة 27% على يعني السنة. أقصد ما يضعها على أصل ثمن السلعة. ايوه، يعني لو السلعه مثلا يضعوها في الاصل فبيحطوا 27% يعني 2700 زياده فوق الثمن، فوق سعرها. يخبرون بهذا من الاول، ما فيش داعي للتفاصيل، يقول له هذه السلعه باجل بكذا وبنقطا بكذا بس. تمام تمام، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله تكون بخير. اللهم لك أمين أمين يا رب. بحكم رمضان قراءة القرآن بالمقامات لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
هل تجزي قراءة سورة الملك في ركعة الوتر من غير ما أعبد مواد قراءتها؟ الحديث الوارد في سورة الملك ضعيف، أن من قرأها في ليلة ينجو من عذاب القبر لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت عايز بس أسأل سؤال. أنا كنت مشاركة في مقرأة اللي هي النساء بيقرأوا فيها القرآن يعني. طيب. وأقسمت إن أنا هطلع من المكان ده، وأنا عارفة إن يعني خروجي من المكان ده مش هيضر بي، يعني في مشرفات غيري يقدروا يديروا المكان ده. فهما أقسمت جدا يعني، أقسمت كذا مرة بالله إن أنا مش هرجع المكان ده تاني، وبيتصلوا بيا إن أنا أرجع علشان ما يقفلوش المكان أو ما يتعرضش إن هو يتقفل أو كده. كفارة عن يمينك. نعم. كفارة عن يمينك. أكفر عن يمين. بس أنا كنت يعني يعني عقد النية إني فعلا مش. أيوة عقد النية، إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وكفر عن يميني. طب إيه الكفارة بقى فضلتي؟ طبعا أصل بساكي. جزاك الله خير. بس إن عجزت صمت 3 أيام. السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بارك الله فيك. تفضل. في شخص بيديني مبلغ من المال كل شهر أشتري بيه علاج لأي شيء يعني لأي حد محتاج يعني، بس الشرط إن هو يكون محتاج. طيب. أما بحس في الأمر في الشخص ما لقيت في حد يستاهل فبديله كل شهر المبلغ ده، بجيب له علاج شهري بالمبلغ اللي هو الشخص ده عطولي. طيب. في صديق ليا قال لي نوع يعني مثلا انت الباب ده الشهر ده شوف باب تاني هكذا. فانت رأي حضرتك؟ كله جائز. ما دام كله هو زكاة مال ولا صدقة؟ لا هو واحد بيطلعها كده لله. الأمر فيه ساعة. يعني لو طلعها كده ما فيش مشكلة يا فضيلة الشيخ؟ الأمر فيه ساعة. هل الأجل الصغير الذي يسمى بالأجل اللبناني يجزئ في العقيقة كالشاة؟ مش عارف صفته، لا أعرف صفته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك رافع فاتح لايف أو حاجة؟ أيوة، الناس كلها يسمعونك. طيب حضرتك سمعت الحلقة حلقة كده، فحضرتك كنت في معظم الأحاديث بتقول ضعيفة. طيب ايه المشكلة؟ يعني هي صحة ضعيفة؟ يعني انها بس معك اتحملها امام الله، كيف يعني اتحملها امام الله؟ على يعني اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا امام الله ان شاء الله. الله يسلمك. لك بمثل يا شيخ عمرو بن عبد البديع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخنا. اسأل يا حبيب. لو في شخص مسيحي أو نصراني، احنا بينا علاقة طيبة، بس هو دايما بيلقى عليا تحية الإسلام، السلام عليكم. وعليكم. وعليكم. المفروض أرد عليه أقول له إيه؟ وعليكم. عليكم. نعم. كده وخلاص. اي نعم كده، هدى النبي عليه السلام. طيب عندي سؤال تاني برضو، انا خاطب واحنا ايه الافضل ان احنا نكتب الكتاب قبل الفرح بمده كبيره، ولا ايه الافضل من ناحيه الشرع؟ حسب راحتكم انتم، لكن انا لا انصح باطاله المده بين العقد والبناء ولا بين الخطوبه والعقد. شكرا. يعني المده ممكن يعني التعارف فقط الخطوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. نعم. بعد إذن حضرتك، سؤال. أنا كنت بعد الزواج اشتريت ذهب لزوجتي على أساس إن أنا احنا شغالين في التجارة، لو عزت في يوم من الأيام هبي وأنا مرتلش هدية،
وجات في يوم من الايام حصل مشكله كنت اتسجن، فطلبت منها الذهب اللي اشتريته بعد الزواج، قلت لها عشان افك بيه الاسنه، رفضت تدهوني. ايوه. وبتقول لي لا ده هديك، انا ما صرحت لكش ليا وانا دلوقتي هسجن، قالت انا ماليش دعوه. الموقف ده تكرر 3 مرات. فبعد كده جه حصل مشاكل وبتاع، فيعني كانت هتؤدي الى يعني. طب انت ليه لما لجأت من اول مره ما ضبطتش امورك؟ ما عشان العيال والاولاد. خلاص انت عارف كده، خلاص تحمل التبعات. فهي هل من حق ان انا اطالبها بالحاجه اللي جبتها لها بعد الزواج وما قلتلهاش ان هي دي هديه، وتعرضت للسجن 3 مرات؟ انا الحمد لله التجاره يوم فوق يوم تحت والحمد لله ربنا بيسترها. لكن انا بسال سؤال، يعني اسالك سؤالا، يعني انت الان الان اخذت منها شيئا؟ لا ابدا. يا رفضة الدين تقول لي لا مش هديك حاجه. قلت ابدا، قلت لها انا شاريه بعد الزواج ما قلتلكش هديه. وبعد كده تعرضت الى مواقف عده مرات يعني للحبس، وبعد كده كانت يعني اتصرف من استلف بعد كده من الاقارب وبتاع، وتيجي وبعد كده الواحد بيسدد وبيتيجي التجاره كده. فجت هي حصلت مشاكل لغايه دلوقتي، وفي قلت لها بنت الناس بما يرضي الله، انت ليكي حق عندي 1 و2 و3، وانا اللي جبتهولك بعد الزواج انت لم يعني انا جبتهولك. بس عندنا حديث الرسول عليه السلام جميل. اصبر بس يا اخي، اما انت اعطيته لها على اي اساس؟ بس افهم. نعم. اعطيت لها هذا الذهب بعد الزواج على اي اساس؟ هديه ولا ايه؟ لا مش هديه، على اساس ان احنا شغالين في التجاره، وقلت مثلا الواحد مدخر يعني مال مدخر. مال مدخر. اذا صدقت لا هو من حق، اذا صدقت فهو من حقك. ايوه مال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اللي عنده حاجه بعد اذنك يا مولانا. نعم. متى يفتح المأموم على الامام في الصلاه؟ إذا لبست عليه القراءة ما استطاع يواصل، أو قال بقيت رحمة بقيت عذاب ونحو ذلك. نعم. وهل لو مثلا ما تعرفش يا مولانا يفتح عليه أم ها؟ يعني مثلا لو أخطأ في حرف أو تشكيل أو شد أو الأشياء الخفيفة يعفى عنها، الثقيلة التي تغير المعني يرد. شكرا. حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وغضبان صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ اتفضل. بنسال لو في حد طالع بنيه عمره بس هو معهوش فيزا او للعمره، فمش هيقدر يحرم في الطياره عشان هو مش هيقدر يعدي من المطار لو هو محرم بلبس الاحرام، هل عليه كفاره؟ يعني هو طالع يعمل عمره بس معهوش فيزا للعمره، يعني السلطات ممكن تمنعه من العمره، يحرم ازاي زي الاحرام؟ هو المفروض يحرم في الطياره لما يعدي على الميقات، ولكن هو مش هيقدر يبقى لابس لبس الاحرام. خلاص اذا يهل من الميقات وطعم 6 مساكين. يطعم 6 مساكين. شكرا جزاك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. انا ابن عمي عايز يتجوز، تمام، وخاطب هو بقاله 2 سنين. فواحد عرض عليه، هو طبعا حالته على قد، واحد عرض عليه ان هو يشطب له الشقه نقاشه ويجيب له الفرش وكده، وهيدفع له في الشهر 1000 جنيه، بس هياخد مبلغ على الفلوس اللي هو هيدفعها، هياخد عليها مبلغ معين. هل ده حلال ولا حرام؟ لا يجوز. لا يجوز؟ ايوه، الا في حاله واحده، إذا بين من أول الأمر، قال له تشطيبي لشقتك سأخذ عليه 100,000 جنيه مقابل أنك تسدد بعد سنة، ده جائزة، لكن اللي أنت بتذكره حيلة من حيل الربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضلي. محت عندي سؤالين بس يا شيخ. السؤال الأول اللي هو الحديث ان يعني القول بان سيدنا سلمان الفارسي هو اللي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، هل السند في ضعف؟ ضعيف؟ في ضعف.
طيب السؤال التاني يا شيخ لو سمحت، احنا كان بس في مشكله بيننا وبين اولاد خالتي وكده، فاولاد خالتي دول يعني اتعاملوا بطريقه وحشه جدا، ويعني وشتموا وشهروا واتكلموا كلام مش كويس ابدا، وخالتي كانت موافقه على الكلام ده، فانا والدتي ما بتكلمهاش، فقال احنا علينا اسم لو احنا لو انا كلمتها. لا ما في اسم، لكن لو انا ما كلمتهاش اسفه يعني، لو لكن انا عفوا إن أنا بقول ان انا لو كلمتها هي اصلا مش متقبله ان حد يكلمها، هل انا عليا اسم لو ما بادرتش ورحت كلمتها؟ ما هو اذا كان الباب مفتوح للكلام كلميها وتحملي الوجه الله. وان كانت هي مش متقبله خلاص ليس عليك اسم. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله أنتظر هذه المكالمة منذ زمن، هذه المكالمة منذ زمن كثير. الله يغفر لنا ولك. الله يغفر لنا ولك. الله يكرمك. كنت أريد أن أستشيرك في شيء. تفضل. أنا والدي يشاهد مباراة الكرة، هو لن يشاهد، هو ملتحي، وقلت له لا تشاهد هذا أو امسك مصحفا بدلا من هذا، قال لي يعني شيئا يضايقني، قال لي نايل انت واللي يبوك يعني بهذا اللفظ. معلش تحمل لوجه الله. اديت ما عليك وتحمل لوجه الله. ساتحمل لان هذا واجب علي. الله يعينك. طيب الله يعينك. ويوجد استشارة ثانية. تفضل. أنا والدي يعني نحن نسكن في شقة، في شقة مساكن عشوائية وكده، وأنا لدي ثلاث بنات ومنهم أنا دي أختين توأم، نحن ثلاثة توأم ومنهم اثنين بنات، ففي هذا البيت يوجد يعني إناثا يضايقون ويضايقوا البنات، ويوجد مشاكل كثيرة بيننا وبين الشباب، ليسوا شباب ملتزمون، فقلنا له أن نغير الشقة ولكن هو لا يستجيب ويقول أنتم لا تتزوجون هنا وأنا سأسكن هنا وأعيش هنا وأنتم ستتزوجون فيما أنتم تريدون. لا في مشكلة، كلام ما في مشكلة، خلاص انتقل أنت الشقة. أنت رجل اشتغل في أي شغلة واسكن في أي مكان. أنا 16 عاما. الله يعينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال من فضلك يا شيخنا بعد اذنك. اتفضل. هل من يقرا سوره الاخلاص والمعوذتان بعد صلاه الفجر وصلاه المغرب يقراهما مره اخرى في اذكار الصباح والمساء؟ لا هي مره، هي مره كده او كده. مره واحده بس. مره واحده. شكرا. بس مش مره واحده يعني، ثلاث مرات. ثلاث مرات بعد. ايوه ايوه. وبعد المغرب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. لو سمحت كنت عايز اسأل عن العمل في البنوك بالنسبة للصناعية، يعني كانوا بيركبوا فيان وشبابيك وكده يعني. فما حكم هذا العمل يعني؟ لا إشكال، لأن البنوك تعددت أنشطتها الآن، لا إشكال. يعني تبلط البنك يعني. يعني تبلط البنك أو تليس الحيطان، ما في عليك مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا معاذ، لو كنت أكلم حضرتك منذ ثواني. تفضل يا أخي. كنت أستشيرك عن ما ردك في هذا. على إيه؟ على أن والدي لم يستجيب أن يغير مكان الشقة. نحن في مشاكل كثيرة يعني هنا. أقول يعني هو الوالد خلاص استقر في مكانه ومقتنع بالمكان، أنت تريد أنت كم عمرك يا بني؟ 16. خلاص شوف لك أي مكان يسكن فيه، اجتهد واسكن فيه إذا كان عندك مشاكل. وأنا يوجد بنات، نحن نقول له أن يبتعد لأن الشباب في البيت يضايقونهم وكذلك لا نحب. قلت لك يبحث عن شغل وسكن واسكن بعيد عنه، ربنا يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى. أيوة مصطفى تفضل. أنت حابب أسأل حضرتك بس على أنا شغال في مطعم. أيوة. في مطعم وبيجي فيه ولاد وبنات وكده.
والولاد والبنات دول يعني ممكن يكونوا في علاقة غير شرعية. يا ليتك تبتعد عن هذا المكان القذر، لأنك أنت جالس تخدم على الفساق، أنت جالس تخدم على الفساق والعشاق. ليتك تبتعد. هو بس هو يعني هو مش دايما بيبقى يعني واحد ومراته، ممكن واحد وجايبه هو خطيبته، مش دايما بيبقوا كده يعني. حتى لو خطيبته لا يحل لها. المهم أنا أنصحك كده، أنصحك كنصيحة تبتعد عن هذا المكان، مش هقطع بك تحريم لكن ابتعد عن هذا المكان. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما اتصلت بك إلا أقول لك ذلك يعني. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك السلام الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. يا رب تكون بخير. شكرا. بسم الله وربنا. بقول لك يا شيخ، عايز اسألك في حاجة. في منصة كده على الفيسبوك، المنصة دي احنا بنديهم فلوس وهم بيحولوا لنا الفلوس دي عبارة عن دولارات، تمام، على الايميل. واحنا بنشتغل بيدونا معاد ان احنا نشتري العملة ونبيعها، تمام؟ يدونا معاد نشتريها. لا لا مش فاهم، يعني هبيع عملة ولا ايه بالضبط؟ ها، عملة دولار، عملة دولار يعني بيع يعني ولا ايه؟ بنشتريها وما يدونا معاد، مثلا نشتريها الساعة 9 ونبيعها الساعة 9 وربع، تمام؟ عفوا، انت مال ايه دخلهم انك تبيعها 9 وربع يعني؟ دي هم بقى بيدونا المواعيد دي عشان نشتريها ونبيعها، علشان يعني يقولوا لنا ان انتوا هتكسبوا. لا 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 تطمع. بس لا اعلم بيشتغلوا في ايه او بيعملوا ايه. ابتعد عن هذه الفكرة. السلام عليكم. ابتعد. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله بيعينك. والله كان عندي سؤال بس كده، انا بشتغل يعني مصمم جرافيك، فبيطلب مني بقى حاجات زي مثلا اعلان الجيم، الجيم ده يكون مثلا فيه بيكون مختلط، تمام؟ فبيكون في الاعلان مش هحط مثلا صور خارجه ولا حاجه، لكن انا دلوقتي مثلا هيكون مش عارف الذنب بحيث ان انا بعلن عن حاجه او بساعد في انتشار حاجه زي دي، ان في مثلا من خلالي ومن خلال انا هيروح اللي انت هتعمله يرضي ربنا او لا يرضيه، العمل طبيعه عملك ترضي ربنا او لا ترضيه. هو مصمم جرافيك انا عامه بشتغل يعني هو تصميم اعلانات، بصمم اعلانات، تمام؟ بس هو ده الفكره كلها. فانا بيجي لي بقى حاجات زي اعلانات عن شيء طيب تساعد على البر والتقوى، او اعلانات عن شيء سيء. لا هو الاعلانات زيها مثلا زي اي حاجه يعني، مثلا انا بعلم، ممكن اعلن عن مركز تحفيظ قران، ممكن اعلن عن مثلا جيم، بس الجيم ده ممكن تعلن عن فيلم مثلا. ايه؟ عن فيلم من الافلام؟ لا لا مش كده، هو تصميم بصمم زي مثلا ايه اعلان بيترفع على الفيسبوك، فاللي بيشوفه بي ايه بي بي بيعجبه مثلا المكان ده فبيشترك علشان الاعلان بتاعه عجبه. انا اقول يعني لك يا اخي الكريم اصبر يعني عليه، بس اختصارا كلام كثير لا اعرفه. اذا كنت في النهايه عملك يقرب الناس من الله وعلى خير، او انه مباح من الاصل، لا باس. كان عمل فيه مساخط لله ولا نفع فيه ابتعد عنه. شكرا. السلام عليكم. نعم. اخبار حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يعني دعواتك هنا مش مصدق نفسي، والله حضرتك رديت عليا. يا اخي الله يغفر لي ولك، الله يستر علينا وعليك. اتفضل. امين يا رب. شيخ انا كنت بسال حضرتك، انا دلوقتي يعني الظروف الماليه مش كويسه يعني، واسعار الكتب غاليه جدا يعني، فهل يعني لو انا خدت فلوس من الوالد بجانب مصاريف الدراسه وكده، هل انا يكون عليا اسم ولا ايه؟ الو. ايوه معك.
ما هو كان حضرتك سمعتني ولا ايه؟ لا عادي السؤال. يعني فلوس الكتب دلوقتي غالية جدا، الكتب بعلم الشرعي. هل انا لو اخذت مال من والدي بحيث ان انا اجيب كتب ديت بجانب مصاريف الكلية والدراسة والحاجات ديت، هل انا اكون عليا اسم ولا ايه؟ هو موافق الوالد ولا انت هتغشه؟ لا هو الوالد موافق بس الحالة المادية يعني. ايوه لا يعني انا اسأل سؤالا، يعني ايه السر؟ يعني انت بتعمل الكلام ده من وراه وهو لا يفهم، او انك تفعل هذا وتخشى المشقة على والدك؟ ايوه بالظبط كده، هو والدي يعني المشقة على والدك هو ما، لكنه موافق لك. هو موافق بس ما هوش يعني ايه، مش عاوز يقول لي لا، فهمنا يا شيخ؟ خلاص اذا كنت شايفه بيعطيك بسيف الحياء لا تسأل. شكرا. هل يجوز بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟ نعم يجوز ما لم تكن السلعة مدعومة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدو معي؟ أي نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. حضرتك بس عندي سؤال، كنا حضرتك من قيمة 3 سنين كده كنا متفقين على بيت ودفعنا منه حوالي 400، كان البيت عامل 750,000، دفعنا منه 400,000 وقلنا خلال 3 أشهر هندفع الباقي وكتبنا شرط جزائي 50,000، بعدها ب3 أشهر ما دفعناش الفلوس، وطبعا المفروض ناخد الشرط الجزائي، هو ياخد الشرط الجزائي واحنا ناخد الفلوس، جه بعد خدناهم بعد 3 سنين، هل الشرط الجزائي كده يتخصم ولا لا؟ المهم من عدد شروطهم، هو ماشي من شروطين بس المفروض كان يدينا الفلوس في وقتها، انما عدى عليها 3 سنين. مش انت كتبت شرط جزائي وخلاص ونفذت الشرط الجزائي؟ ايوه يا شيخ، بس هو المفروض كان يديني في نفس الوقت، هو عدى فضلنا 3 سنين عمال ده لغايه ما خدنا الفلوس. فاخذت الشرط الجزائي؟ هو يعني انا اللي دافع الفلوس، هو خصم الشرط الجزائي بعد 3 سنين. طب عاد السؤال كده. احنا كنا متفقين على بيت كان عامل 750، طيب تمام؟ طيب دفعنا منه 400، طيب. بعد كده قلنا بعد 3 اشهر هندفع الباقي، يعني كده دفعنا اكتر من نص البيت. بعد كده جينا بعد 3 اشهر قلنا مش هنعرف ناخد البيت بخصم الشرط الجزائي وهناخد الايه؟ الباقي. هناخد 350، هو كان 400 توتال المبلغ. هناخد 350 واخصم من 50، تمام؟ جينا بعدها ما قال لنا ماشي وفضلنا 3 سنين ما خدناش الا بعد الثلاث سنين، هل يخصم المبلغ؟ شرط الجزائي؟ بعد 3 سنين، يعني تشوف ان ده من 3 سنين. يعني هو وقع عليكم الشرط الجزائي وخصم 50,000 ومع ذلك لم يرد الفلوس؟ الا بعد 3 سنين. ممكن قضية تسمع عن قرب، الله يحفظك، لأن كذا ظلمكم، هل هو يعني يلحم الله على كذا؟ لازم نسأل. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. كلامك صعب عليك مولانا. تفضل يا حبيبي. هل يجوز قراءة القرآن الكريم بالمقامات؟ أجابنا من قليل، قلت لك لم يعهد هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهل لو قرأنا بالمقامات نؤثم أو لا؟ أستطيع أن أؤثم إلا ما أشوف على الحقيقة. طيب في مقام اسمه الصبا المزلزل، ما حكم القراءة به؟ في إيه؟ في مقام اسمه الصبا المزلزل، ما حكم القراءة به؟ لا أعلم. المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي، صحيح. من سلم المسلمون. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا دلوقتي شغال مع شركة عقارات، تمام؟ فبيطلبوا مني مثلا إن أنا أحط موسيقى على الفيديو بتاع العقار اللي هم صوروه، فهل ده في مشكلة؟ طبعا موسيقى لا تجوز. نعم؟ حطوا موسيقى مش كده؟ بالظبط، هو يعني موسيقى مش صاخبه ولا اي حاجه ولا لا تضع موسيقى ايا كان شأنه. نعم لا تستعمل الموسيقى. تمام، شكرا يا شيخ، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك شيخنا ابي عبد الله؟ الحمد لله انا بخير.
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك من كل شر. وياك يا حبيبي، تفضل. شيخنا نريد أن نسألك، ما حكم قول يا ساتر؟ ساتر ليس من أسماء الله الحسنى. يعني لا يجوز قول يا ساتر؟ هل يجوز قول ذلك؟ ترك ليس الساتر من أسماء الله الحسنى. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن أسأل أكثر من سؤال؟ ممكن يعني. ممكن. طيب السؤال الأول، لو أنا بصلي في القطار والصلاة تخرج عن وقتها وليكن صلاة الفجر مثلا، فأنا بصلي والقطار تحول، أنا في الأول اتجهت ناحية القبلة، القطار تحول وأنا ما تحولتش معاه، هل الصلاة صحيحة ولا تبطل؟ نفل ولا فرض؟ لا فرض، صلاة الفجر. أيوة لا اسم عليك. طيب السؤال الثاني، لو أنا متقدم لوحدة بس كلام فقط يعني ما فيش خطبة، هل يجوز ليهم ان هم يعني حد تاني يتقدم وهم يجلسوا معاه ايضا ويقارنوا، ولا ده شرعا لا يجوز؟ لا يجوز. متى انت تقول لم تتم الخطوبة؟ لم تتم الخطوبة كلام فقط، هل ده يجوز؟ يجوز. جاءت فاطمة بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان معاوية وابا جهم خطباني يا رسول الله، قال اما معاوية فصلوا كل مال له، واما ابو جهم فلا يضع صوى ناطقه ولكن ينكح اسامة بن زيد. طيب اخر سؤال، لو انا يعني عاوز اتقدم لخطبة واحدة هي حاليا ملتزمة لكن قديما مثلا كانت تعرف شباب وتابت من الكلام ده، هل غيرها افضل منها ولا طالما تابت فهي زي غيرها زي اللي هي كويسة اصلا؟ لا، الا اصلها طيب ومن باتها طيب افضل. يعني حتى ان تابت هيظل غيرها افضل منها. اذا كانت واحدة صالحة طول عمرها صالحة، غير ما واحدة مشت في سبيل السوء وبعدها تابت، ولا انت ليش رأي تانية؟ لا انا بسأل فقط. طيب حفظك الله يا ايمان بنت حسان. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك بخير. الوقت عم الشيخ، انا جاي لي وظيفة في شركة، الشركة دي بتوصل انترنت في شركة، العملاء كلهم برا مصر تمام؟ من ضمن العملاء دولي شركات سجاير وشركات خمرة تمام؟ فهل انا علي اسم لو اشتغلت في الشركة؟ اذا ساعدت الخمرة حرام، ساعدت السجاير حرام. هو انا مرتبي هقبضه من الشركة بتاعت مصر اللي هي بس انت عملك بتساعد شركات الدخان وشركات الخمور على ترويج المنتجات. تمام، يعني ابتعد عن اي حاجة تخص الخمر والسجاير، الله يكفينا شرها يا رب. الله شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ طيب لله الحمد. واحد بيصلح لي السيارة بتاعتي، هي تكلف حوالي 70,000 جنيه. طيب. قال أنا هصرف عليها وأصلحها، ولو صرفت عليها 10,000 جنيه أخذ منك 17,000، يعني بهذا التوصيف لا يجوز. إيه؟ بهذا التوصيف لا يجوز. ما بهذا التفصيل لا يجوز. يقول لك أنا أصلح لك السيارة ب15,000 تدفعها بعد سنة مثلا، ممكن على الإجمال، لكن التفصيل لا يجوز. طيب لو غيرنا الاتفاق وقال لي أنا أصلح السيارة وهاخد عليك نسبة بسيطة، يعني هتكلف السيارة بدون اتفاق، يعني بدون اتفاق مسبق هاخد عليك نسبة بسيطة. بيع ما ده إصلاح يعني ولا إيه؟ إصلاح. ايوه اصلاح. نسبه بسيطه ازاي يعني؟ اجرتي اذا كان قل اجرتي او عمولتي لا باس، يعني من 70% يعني. لكن يعني اجرتي يعني عفوا اجرتي ولا هي مقابل ايه بالضبط يعني؟ لا مش الاجره، مقابل التمويل، مقابل ان يدفع فلوس. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. مصيف الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل يرفع المأموم يديه في التكبيرات اقتداء بالإمام أثناء الصلاة؟ يرفع يديه اقتداء برسول الله في ثلاث مواطن، عند تكبيرة الإحرام، عند الهوية للركوع، عند القيام للركوع، وفي موطن رابع اختلف فيه،
بعضهم أثبته وبعضهم نفاه. القيام من القيام من التشهد الأول. أيوة أنت أنت بتفهم والحمد لله. الحمد لله. فجأة يعني تفضل. جزاكم الله خيرا. حياك حبيبي الله يسلم. مصطفى الخطيب عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم القزح؟ القزح؟ القزح. القزح ولا القزح؟ قزح. بالحق؟ أي. قوس قزح يعني ولا إيه؟ لا القزح. ما تصلى على النبي يا عمي. الحرف الأخير عين ولا ولا حاء ولا إيه؟ حاء. حاء؟ ما اعرفش الا حاجه بتاع يقول لك حلق الشعر من الجانبين. ده القزع يا حبيبي القزع اسمه القزع. نهى النبي عن القزع. تحلق نقر كده في راسك. شكرا. مكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله والله اني احبك في الله شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه يا رب اجمعنا في الفردوس والسامعين والسامعين. امك الله فوق رؤوسنا يا شيخنا. الله يبارك في عمرك ويكرمك. امين يا رب. لي سؤالين. تفضل. الدعاء اللي هو اثناء الذهاب الى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي نور وعن يميني نور وعن شمالي نور وعن امامي نور وعن خلفي نور، صحيح؟ صحيح، لكن جاءت له ثلاث مواطن: في الصلاة، عند الذهاب للمسجد، عند الاستيقاظ. وارد في هذه المواطن، لكن أظن هذه من طريق علي بن عبد الله بن عباس فيها كلام شوي، لكن يستعمل في الليل يعني عموما. نعم. طيب أثناء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. اضبط النحو شوية. أثناء النوم النوم أيوة دعاء باسمك ربي وضعت جنبي وضعت جنبي أبيك أرفعها. أيوة. إن أمسكت نفسي أرحمها. أيوة. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، صحيح؟ أيوة صحيح. شكرا بارك الله فيك شيخنا الفاضل. وفيك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضل. ممكن أسأل ممكن تسأل تفضل. الله يعزك. أنا دلوقتي لو بقول لكن من غير، هل أنا يعني باخد ثواب على على مثلا الحرف بعشر حسنات وكده ولا يكون مثلا ماذا قلت؟ قاعد كده قاعد. لو قرأت القرآن بدون وضوء. مأجور إن شاء الله أيضا. طيب تمام شكرا. بالنسبه للسؤال الثاني، لو انا مثلا بساعد والدي في جهاز اختي، هل ده واجب عليا ولا باخد برضه عليه ثواب ولا ايه الوضع في الحاله دي؟ لا ليس واجب عليك ولكنك تثاب عليه ان شاء الله. شكرا جدا يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. لا تبذر ولا تبخل. لا تبذر ولا تبخل؟ ايوه يعني لا تبذر في الانفاق، يعني ممكن الناس الان يقول لك مثلا من مكان المفرش 20 مفرش، في ناس كده لا تبذر ولا ولا تقدر. شكرا. مرحبا يا شيخ ابراهيم بن سعيد. تقول صلي ام محمد الشاطر تقول ماذا صلينا العصر والوقت لم تقف في وسطنا، تقف من الصلاه صحيحه يا اختي الكريمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أطال الله في عمرك وأحسن عمرك يا مولانا. في طاعة الله جميعا. اللهم آمين يا رب. مولانا كان في سؤالين الله يبارك في عمرك. اتفضل. السؤال الأول يا مولانا، بالنسبة لشغل المعلمين في المدارس، بيبقى السيطرة على الأولاد والظروف اللي نحن بنمر بيها والضغوطات، فبتلجأ أحيانا لموضوع الضرب
والموضوع ممكن ان انت تتنرفز وممكن العيال التلاميذ بيتسببوا في ان انت بتغلط عشان ممكن تتنرفز مثلا يا حيوان يا حمار الالفاظ زي كده يعني بتبقى لا اراديه وفي نفس الوقت الضرب اللي من غير الضرب ما بتقدرش تسيطر على العيال والاجيال اللي طالعه دي صعبه شويه في المعامله. هل الـ 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 الموضوع ده الانسان يحسم عليه ولا انتقل لا ما استطعت بس كيف الضرب يعني تضرب ضرب الحدود ولا ايه؟ يعني ضرب على اليد مثلا بالعصا مثلا عشان تقدر انت تسيطر لان بصراحه في نسبه كبيره من التلاميذ ما بيجيش غير بالرابع كده ما بيجوش بالكلام. طيب بتضطر ان انت مثلا تضرب مثلا بعصايه بتاع عصايتين بتاع كلام زي كده على ايدي على ظهر اليد هنا تكسر لهم العظم ولا ايه بالضبط؟ نعم ولا انا؟ على ظهر اليد وتكسر لهم العظم. لا مش على اليد بقول حضرتك على كف اليد على اليد نفسها كف اليد ما فيش مشكلة يعني. طيب يا مولانا سؤال تم الله يبارك في عمرك قرأت في الموقع الإسلامي اسمه إسلام ويب على النت كان بيتكلم على الفتاوى والكلام ده بعض الفتاوي فكان بيقول لك إن يعني بالنسبة في ربنا يعزك بالنسبة في أثناء قضاء الحاجة الإنسان لو مثلا في الاستنجاء لابد من جمله يعني كانت غريبه شويه بيقول لك لو عوده المحل ربنا عايزك يكون خشن لضمان خشونه المحل عشان الانسان يبقى طهر كده من النجاه. لا لا ولا خشونه ولا حاجه كلام يعني تقريبي ماشي ويقصد انك تزيل الاثر وخلاص ما توسعش في كلام. شكرا. بهذا القدر اجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين
اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم أصلح آمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.